لكن ارفعوا لي صوت الدقات عشان نعلن المركز الخامس. المركز الخامس لهذا الأسبوع، خلوني أقول الفائز بالمركز الخامس لهذا الأسبوع هو الفصل البنفسجي. الفصل البنفسجي بإذن الله راح يدخلون بسالب 25 درجة بإذن الله بعودة المشرف، راح تتحسنون الأسبوع الجاي بإذن الله، وزي ما اتفقنا أنه نعوض الأسبوع الجاي. خلوني أعلن درجات مراكز ثانية. صوت الخصم شغال. تبغون المركز الثاني ولا الثالث او الرابع؟ المركز سعود، اطلع معي على المسرح. اليوم خلوني اقول ان المنافسة بدأت تشتد، طالع قدام، بدأت تشتد هذه المنافسة في الأسابيع الأخيرة، ولازم نقول أن الدرجة اللي تكسبها في هذه الأسابيع هي مهمة جدا أكثر من أي وقت مضى في البرنامج. جميع النقاط اللي تكسبونها راح تشكل فارق عظيم في الدرجات نهاية البرنامج. خلوني أعلن المركز الرابع وأقول طبعا مجموع نقاط الفصل البنفسجي 2280 نقطة. المركز الرابع هو الفصل الأصفر ب 2417 درجة، ولكن خلوني أقف شوي عند الفصل الأصفر وأقول إنه الفصل الأصفر برافو عليكم، ما قصرتوا فعلا. الفصل الأصفر دائما نشوفهم متفاعلين في جميع الحصص. خلوني أتكلم بالتحديد في حصة الأخيرة في حصة الحلول، كانوا متميزين الفصل الأصفر. نقول ونعيد ونكرر أنه تعتبر المنطقة الآمنة المركز الرابع والثالث. الأسبوع الجاي إن شاء الله في فعاليات كثير والفصل الأصفر مجهزينها، هذا من باب الطمأنينة. رحب وعليكم السلام، يا مرحبا عبد الله، يا هلا والله، الله يقويك، الله يتوفقكم. يا الله الفصل الأصفر الأسبوع الجاي منسقين على فعاليات كثير، إن شاء الله تقدرون تعوضون في الأسبوع القادم. الفصل الثالث والحائز على 3005 من الدرجات هو الفصل الأزرق. اسمحوا لي أن الفصل الأحمر والأخضر يتقدموا معي، الأزرق لو سمحتوا ارجعوا. الآن المنافسة صارت بين الأخضر والأحمر. ما قصرتوا كلكم هذا الأسبوع، أديتوا أداء قوي جدا، وزي ما أقول اليوم وكل يوم إنكم منافسين شرسين جدا. الفصل الأحمر الفصل الأخضر دائما منافستهم قوية لجميع الفصول. الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا، تعبكم نشعر فيه. كم مرة تكلم الفصل الأخضر اليوم في البرايم؟ حلو، يعني ينزلون يديهم، جميل.
الفائز لهذا الأسبوع بالمركز الأول هو الفصل متحمسين مرة بطلك أم غص خلينا نقول ألف 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 مبروك الفائز بالمركز الأول لهذا الأسبوع الفصل الأخضر يستاهلون. شباب جلوس جلوس قم يلا 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 ندرس يلا 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 نبدا يلا 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 ندرس يلا 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 تفضل انزل خالد الحصين انزل ابو ناصر صوت صوت الف مبروك للفصل الاخضر الحائز على المركز الاول ولكن قبل ان ناخذ تعليقاتهم خلوني اذكركم اليوم بشيء جميل جدا ولطيف الا وهو الراعي الرسمي تطبيق هودز التطبيق الاول في